في الوقت الذي يطالب فيه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه بالتقشف، ظهرت انتقادات ومن داخل البرلمان التركي بسبب حياة البذخ والإسراف التي يعيشها أردوغان وحاشيته دون الاكتراث للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. النائب عن حزب الشعب الجمهوري ولي آغا بابا طالب خلال استجواب في البرلمان فؤاد أقطاي نائب أردوغان بالرد على استفسارات تتعلق بحالة البذخ التي يعيشها أردوغان وفقا لصحيفة يانيتشاخ المعارضة، على خلفية المبالغ الباهظة التي ينفقها المجمع الرئاسي على سيارات الحماية والمروحيات. ولي آغا بابا وصف أردوغان بالسلطان وأن حاشيته لديها عقلية تجعلهم ينظرون للأمور بشكل بعيد عن حقائق الأوضاع على الأرض، مضيفا أن عملية استخدام سيارات الحراسة والمروحيات وصلت لدرجة البذخ والإسراف. المعارض التركي أكد في استجوابه بأن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد تزداد سوءا يوما بعد يوم، ما جعل نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك يعيشون تحت خط الفقر على حد قوله. كما انتقد النائب المعارض عن حزب الشعب الجمهوري رفع الميزانية المخصصة لرئاسة النظام إلى 3,152,000,000 ليرة عام 2020 من قبل نظام أردوغان، واصفان القصر الرئاسي بالثقب الأسود الذي يبتلع الضرائب في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد.